أمنيتك؟ أتمنى أن يكون هناك كثير من الآيس كريم لا ينتهي أبدا. هل تشتاقي إليه؟ طبعا، أنا حتى لا أستطيع النوم لأني أفتقدك كثيرا. ماذا تريدين أن تأكلي؟ أنا أريد الذهاب إلى المسجد للصلاة. يأخذني أبي وأمي مرة كل أسبوع عادة للصلاة المسلم. أين تريدين اللعب؟ أريد الذهاب إلى الملاهي. أركب الحصان الخشبي، ممتع كثيرا. احكي لي قصة. سوف أخبرك قصة قصيرة. البحر الصغير. كان في قديم الزمان بحر صغير وأمه يعيشان في مزرعة جميلة، حياة هادئة وهانئة. يتسابقان تارة ويرعيان تارة أخرى. سوف أتكلم بصوت أعلى. ما هو اسمك؟ لماذا تريد أن تعرف اسمي؟ قد اشتقت إليك. ما هي أمنيتك؟ أنا أتمنى لو أستطيع أن أبني حديقة كبيرة وأستطيع اللعب فيها. ماذا تريدين أن تأكلي؟ أنا أحب كل الطعام اللذيذ. احكي لي قصة. سوف أخبرك قصة قصيرة. حمار الرجل الصالح. بسرعة أرجعي، أشعر بالدوخة. لا أستطيع تحمل ذلك، أرجعيني بسرعة. مع السلامة.